اللي يقبل قبل معنا بعد ما ناخذ تليفون مع سي رياض السي الداوي مباشره من جنيف، هل معناه نحسوا انه هناك باش يكون تغيير في تعامل الامريكان مع طالبان؟ هذا هو السؤال بعد ذلك. سي رياض السي الداوي، مساء الخيرات. مساء الورد ليك وضيوفك اللي كنت تسمع في عليا وكل مشاهديك الكرام. برجاء ترفيع الصوت، صوت بعيد لسي رياض السي الداوي. انا تسمع فيا مليحه. به سي رياض السيداوي، الرجل المريض يعني سبعيني يشارف على 80 وتقريبا مع أفول نجم القاعدة وضيق يعني دائرة ممكن نفوذها، يتم قتل أيمن الظواهري، أي قراءة ليك؟ هو التايمينج يعني الوقت، لماذا تم اختيار هذا الوقت؟ تقريبا في السنوات الأخيرة كل رئيس أمريكي يجب أن يفتخر بأنه قتل إرهابي. دونالد ترامب قتل أبو بكر البغدادي، وقبله بوش قتل أسامة بن لادن، ونعرف أنه الأرقام تبين الآن ضعف شعبية وتهاوي شعبية جو بايدن في أمريكا، لأن المواطن الأمريكي في كارثة من حيث التضخم الغلاء، وهذا مش كان في تونس وإنما أيضا في أمريكا وفي دول أوروبا، لكن التضخم يعني ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى آخره حقق أرقام قياسية في أمريكا. ثم البنك المركزي الأمريكي زاد في سعر الفائدة تقريبا 3 مرات متتالية. أهم شيء هو انهيار شعبية جو بايدن حتى تعود هذه الشعبية أمام أمريكا. بان عجوة وضعف أمام روسيا التي اقتحمت أوكرانيا وأمام الصين التي تهدد وتتوعد، لابد من شيء يعيد الاعتبار لكرامة أمريكا وبالذات للرئيس جو بايدن. لما لا نقتل أيمن الظواهري؟ عملية القتل في حد ذاتها والقاعدة انتهت كبنية كهيكل as a structure انتهت من 2001-2002 في ترابورة، هذا ما قلته في كتبي كلها. بقيت القاعدة كأدبيات، يعني إرهاب محلي يسمي نفسه القاعدة حتى يتشهر عالميا. أعطيك على سبيل المثال القاعدة في المغرب الإسلامي، القاعدة في المغرب الإسلامي أصلها هي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائري التي رفضت قانون المصالحة الوطنية نذاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فغيرت اسمها في إطار موجة الإشهار. الآن الإشهار طبعا داعش أفضل من القاعدة، لكن عمليا كهيكل كبنية انتهت منذ زمن بعيد، والآن هي مجموعات إرهابية محلية هنا وهناك. أيضا مقتل أسامة بن لادن هو الذي أثار في الواقع الكثير من الانتقادات، لأنهم قتلوا بالرصاص هذا بصاروخ، ثم قالوا رميناه في البحر فأكله الحوت، القرش والسردين والحوت، ولم نرى جثته. لماذا؟ لأنه الأمريكان لما قتلوا تشي غيفارا العالم كل شاهد جثة تشي غيفارا وصورة تشي غيفارا والكاميرا تصور في جثة تشي غيفارا. أين اختفاه أسامة بن لادن؟ ما هي الحكاية؟ يعني ثم الغاز أنفسها الأمريكان والغرب لا يؤمنون بها، لأن ثم تسويق إعلامي كبير الآن. شوف الآلة الإعلامية الضخمة الأمريكية والغربية تتحدث عن مقتل الظواهري، وكان يعني كان انتصار كبير جدا كما قلت، اكاد استخدم يعني تعبير التعويض نتاع فرويد، يعوضون على خساره فعليه وعمليه امام روسيا التي ربحت المعركه الاقتصاديه، ربحت معركه الطاقه، ربحت معركه الروبل، ربحت معركه الغاز، والصين التي تريد ان تبتلع تايوان وامريكا عاجزه امامها. نعمل ماذا؟ نقتل ايمن الظواهري لنستعيد بعض مجدنا الذي بدأ يندثر ويذوب. نعم. سؤالي، هذا التقارب اللي صار، التقارب الأمريكي الطالباني بين ظفرين، اليوم يعني بعد خرق بنود معاهدة الدوحة وعملية مقتل الظواهري، هل ترى أنه ممكن تغير في الواقع السياسي هناك؟ هو
أول شيء أمريكا تاريخها في أفغانستان أنها كانت تساعد في الحركات هذه الدينية ضد الاتحاد السوفيتي، وكانوا يعني القاعدة تدربوا على يد يعني ضباط السي اي الأمريكية، وهذا شيء منشور ومعروف. كان هناك تحالف استراتيجي ضد العدو وهو الاتحاد السوفيتي الشيوعي والكتلة الاشتراكية. بعد الاتحاد السوفيتي نعم حدثت مشكلة في أمريكا وثم مقاومة من طالبان، لكن خروجها من أفغانستان وكانت بقية دول حلف الناتو رافضة لذلك ومنتعظة من فرنسا وغيرها، لماذا فجأة الأمريكان قرروا أن يسحبوا بهذه السرعة أيضا من أفغانستان؟ طبعا ثم خسائر بشرية حصلت لهم أكيد، هذا شيء واضح، لكن يبدو كثير من خبراء يقولوا يبدو أن ثم صفقة كبيرة عقدت بين طالبان وأمريكا، ودليل ذلك الأمريكان دائما في تصريحاتهم يقولون نعتمد على طالبان في محاربة داعش. طالبان هي من ستحارب التطرف الداعشي وهي من ستحارب داعش وخواته، حتى مقتل أيمن الظواهري ربما يعني طالبان تكون متواطئة متورطة في ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في كل حالات عملية قتله ربما مسألة رمزية لكن لن يكون لها أي تأثير على شيء أصلا لم يعد موجودا منذ 2001-2002 وهو تنظيم القاعدة كبنية كهيكل الذي تم تدميره.